الوداد لن يستقبل ضيفه اتحاد طنجة بضنور. تغييرات جديدة في أثمنة تذاكر كأس إفريقيا 2019. أقدم فريق إيطالي يعرض للبيع. عرض بأربعة ملايير من الهلال السعودي لنجم الرجاء. أهلا بكم. رفضت شركة كازا إيفنت المسؤولة عن مركب محمد الخامس باستقبال الوداد الرياضي لفريق اتحاد طنجة يوم الجمعة المقبل بالمركب المذكور. وكانت الشركة قد حددت يوم 19 موعد إمكانية استقبال فريقي الوداد والرجاء بملعب دونور، وسيستقبل الوداد الرياضي فريق اتحاد طنجة على أرضية ملعب الأبجيغو برسم الجولة 29 من الدوري الاحترافية. قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية بعد جدل واسع طال الأسابيع الماضية حول سعر التذاكر المرتفع أنه تم تخفيض أثمنة حضور المباريات برسم منافسات كأس أمم إفريقيا المزمع تنظيمه في مصر في الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو إلى 19 من يوليوز. أعلن جنوا أقدم الأندية الاحترافية على صعيد الكرة الإيطالية الذي تأسس عام 93-800 في بيان أنه معروض للبيع بعد أعوان من امتلاكه من طرف إنريكو بريتيسيو. وأضاف البيان عن إعلان نادي جنوا للكريكيت وكرة القدم أنه منح تفويضا لمجموعة أسيتا وهي شركة استشارات مالية متخصصة في تمويل الشركات للعمل كمستشار في عملية بيع الشركة. توصل فريق الرجاء الرياضي بعرض من الهلال السعودي بقيمة 4 ملايير سنتيم للتعاقد مع بدر بانون قائد الفريق الأخضر. وساهم تألق بانون رفقة الخضر في الموسم الرياضي الحالي وتتويجه بلقبي الكاف والسوبر في تلقي عروض من أندية عربية وخليجية. يبقى أبرزها عرض الهلال السعودي الذي قدم 4 ملايير سنتيم للظفر بخدمته. ولم يحسم مسؤول الرجاء الرياضي بعد في العرض السعودي، علما أن الزياد سبق أن أكد أنه في حال تلقي أي لاعب رجوي لعرض يوازي طموحته وطموحة النادي فإنه لن يتردد في قبوله. ختاما وللمزيد من الأخبار والمعلومات تابعوا موقعنا lutrewassonsoissonsport.ma. نهاية الموجز، إلى اللقاء.